السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في قناة محمد. إذا كان دي أول مرة تشوف القناة، أتمنى الاشتراك بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل الجرس على الكل حتى تصلكم الفيديوهات القادمة بإذن الله تعالى، وما تنسونا كمان من اللايك. وخلونا نشوف إن شاء الله هالفيديو. اليوم حبيت أشارككم طريقة عمل الكبدة بطريقة جدا بسيطة وسهلة، وخلونا نشوف إن شاء الله الطريقة. أول خطوة وضعنا الزيت على النار، وأول يسخن حنضيف الكبدة. بعد الزيت سخن وضعت الكبدة، أحركها شوية وبعدين نشوف إن شاء الله الخطوة الجاية. مهم جدا تضعوها على زيت ساخن حتى إنه ما تنزل الموية. لحد الكبدة تتشوح شوية هقطع فلفل أخضر، طبعا حسب الرغبة، عايزين فلفل أخضر فلفل أحمر حسب المتوفر حسب الرغبة. أول تبدأ تتغير هنضيف ملعقة صغيرة ثوم، نحرك كويس. أول ما نحرك الثوم هنأكل على طول. في حلة ثانية هضيف ملعقة سمنة، أضيف ملعقة من الثوم، ونخلي الثوم لحد ما يتحمر كويس، وأحرص إنه ما يعني يتحرق. أول ما الثوم خلاص يعني اتحمر هنضيف الكبدة مرة ثانية. طبعا النار أهم حاجة تكون هادية. بعد كده هضيف رشة فلفل، كزبرة، طبعا يعني تقريبا ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة. هضيف بهارات لحمة، ودائما أقول لكم يعني البهارات تظل حسب الرغبة وحسب المتوفر. أضيف قليل من بهارات اللحمة وبس كده. أول رائحة البهارات يعني تحسوها كده طلعت، هنضيف الفلفل، الفلفل الأخضر أو الأحمر حسب المتوفر عندكم. بعد كده هنضيف الفلفل الأخضر، هضيف أحمر وأخضر، ينفع أضيفه لعندكم. نحرك لحد ما الفلفل يدبل معانا شوية، يكون الأكلة فلفل جاهزة. آخر شي طبعا هنضيف الملح. هنضيف الملح ونحرك. يا ريت لو كانت الرائحة تتشم، بجد رائحة جميلة جميلة شديد. إن شاء الله تجربوها وتنال إعجابكم بإذن الله. بس دقيقتين كده هنقفل النار إن شاء الله.